مسلسل المتمرد مسروق، شلون؟ منين؟ حضر كوب الشاي وانا احكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني انا عمر الرياض وهذا الدكان. مسلسل المتمرد مسروق من مسلسل ايراني اسمه خارج عن القانون. نجي على ابطال المسلسل، العراقي اسمه اصيل، الايراني اسمه جاوي. اثنينهم ما عندهم جنسية، يعني البطل بالمسلسلين لقيط. أصيل يحب بنت وجاويد كذلك. يحاول بطل المسلسل أنه يجمع فلوس حتى يقدر يوكل محامي ويطلع جنسية بالمسلسلين. أصيل كان يشتغل ويا عصابة تبوك سيارات وتفسخ هاي السيارات وتبيعها قطع غيار. أما جاويد فيشتغل ويا عصابة تبوك حديد وتصهره وتبيعه. جاويد تهدي له حبيبته هدية واللي هي عبارة عن ميدالية وأيضا خصلة من ضفيرتها. أما أصيل فتهدي له حبيبته سوار مكتوب باسمها. أصيل يحب الملاكمة وجاويد كذلك، وهم الاثنين يتمرنون بالبيت. رئيس العصابة الأقرع أبو شوارب بمسلسل المتمرد هو أيضا أقرع وعنده شوارب بمسلسل خارج عن القانون الإيراني. وهنا أريدك تركز لي، أصيل يشتغل ويا رئيس العصابة بالملاكمة، يدخل جولات وتبدأ المراهنة. أيضا جاويد يدخل جولات وتبدأ المراهنة وأيضا يشتغل ويا رئيس العصابة. وهم الاثنين مو ملاكمين محترفين، يعني النزالات تصير بالمنطقة. بواحد من النزالات جاويد يطلب من رئيس العصابة أن يخسر نفسه، وهذا الشيء شفناه أيضا بمسلسل المتمرد. رئيس العصابة طلب من أصيل أن يخسر نفسه، وطبعا يقول له إذا خسرت نفسك راح أنطيك ضعف الفلوس. بواحد من النزالات يحضر رئيس أكبر نادي ملاكمة حتى ياخذ الفايز ويضمه للنادي، وهذا الشيء تكرر بالعملين. حبيبة أصيل تتعرض الحادث وتنقل للمستشفى، وأيضا حبيبة جاويد تتعرض الحادث وتنقل للمستشفى، وبطل المسلسل يروح ويجازف بنفسه حتى يشوف حبيبته، وهذا الشيء شفناه بالمسلسلين. وأيضا من الشغلات اللي انتبهت إلها أنه اسم المتمرد هو تقريبا رديف الكلمة خارج عن القانون. والملاكمة والعصابة والمراهنات والحب والمستشفى والهدية، تكررت هاي الأمور بالمسلسلين، وطبعا أكو أكثر من هاي التفاصيل تكررت بالعملين. واللي حاب يتأكد أكثر هذا هو اسم المسلسل الإيراني. وطبعا بنهاية المسلسل بطل المسلسل راح يفوز بأقوى نزال وتطلع لجنسية وراح يحصل على بيت ويستقر. طبعا الكاتبة ندى عماد خليل هي اللي كتبت المسلسل العراقي، وقبلها بالسنة الماضية كتبت مسلسل بنات صالح اللي نشرنا حلقة عنه بالسنة الماضية، وقلنا انه مسروق من مسلسل مصري اسمه لا يا ابنتي العزيزة. رسالتي للست ندى، انت لو تكتبين هذا العمل مستوحى من عمل ايراني، لو تقدمين اعتذار للناس وتدفعين تعويض الكادر العمل الإيراني، لأن هاي بكل اختصار وبكل بساطة سرقة. وبالنهاية راح أترك التعليق لكم، هل تعتبروها سرقة لو مو سرقة؟ ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.